جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، صلاة الأوابين هل هي صلاة الضحى أم هي تلك الركعات التي يركعها بعض الناس بين المغرب والعشاء؟ هي على المشهور صلاة الضحى حين ترمض الفصال، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني من انتهاء الضحى ونزول حرارة الشمس أو أول حرارة الشمس على الأرض، هذه صلاة الضحى. وكذلك ما بعد ما بين المغرب والعشاء ورد فيه أن فيه صلاة الأوابين من تنفل في هذا الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هي تطلق على النافلة بين هذين الموضعين في هذين الموضعين، لكن الموضع الأول أشهر وآكد الذي هو الضحى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.